وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشارت السيدة سمية مير أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن المجلس وافق على إطلاق النسخة الثانية من برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة في أكتوبر المقبل، وذلك بهدف تعزيز قيم البحرين في السلام والوئام واحترام جميع الشعوب والديانات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهتم بشكل كبير بفئة الشباب. مجلس الأمناء ناقش بإسهاب وركز على آخر مستجدات برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة. هذا البرنامج الذي يعني يركز على كما ذكرت فئة الشباب تحديدا، والهدف منه تعزيز قيم البحرين في السلام والوئام واحترام جميع الشعوب والديانات، طبعا الحفاظ على نهج التعايش كسلوك حضاري، وأيضا يعني هي في الواقع ممارسة متأصلة في أفراد المجتمع الواحد. وافق أيضا المجلس على إطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج إن شاء الله مع بداية أكتوبر القادم، مع طبعا التحاق طلبة من مختلف الأديان من مملكة البحرين، لكي يعني تكون النسخة حقيقية وتعكس واقع الهدف الذي يطمح له البرنامج.